الفن الذي وصف بالاضطراب الوحشي، الفوضى، التمرد على قوانين روما الدينية الأرسطوقراطية، وعودة تماثيل الضخمة التي تصور حياة القديسين والسيدة العذراء في أسلوب بيزنطي أرسطوقراطي. فما هي يا ترى أصوله وفنونه؟ راح أتكلم في هذا الفيديو عن مميزات الفن القوطي والهندسة المعمارية القوطية المرعبة الغامضة والغريبة، والتي هي فن مستمد ومتطور من الفن البيزنطي الرومانسكي وتركيزه أو تركيزها على الدين والمسيحية. فسنتعرف على هذا الفن أو بما يسمى بالفن الكنائسي، حيث نشأ في شمال فرنسا ثم انتشر إلى إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا وبعض الأماكن الأخرى، وهو فن من الفنون القرون الوسطى المظلمة وفي حوالي القرن الثاني عشر ميلادي، وقد ساعدت الحروب الصليبية في سرعة انتشاره ونموه وبقي حتى القرن الخامس عشر. فسمي هذا الطراز عندهم بالقوطي عند أهل طبعا روما أو إيطاليا المتعصب، لأن هذه القبائل الجرمانية القوطية قد دمرت الإمبراطورية الرومانية وكان لها صراع دامي حربي، وأدخلت معها الفن الذي يتسم بالغرابة وعدم التنظيم بالنسبة إلى ماذا يقول عنهم الإيطاليون، والذي يختلف عن النظام الروماني والفن الروماني. فأهل هذا الفن هم الفرنجة. الفرنجة هم قبائل جرمانية، هي سكنت غرب ألمانيا وشمال فرنسا، وليس لهم صلة يعني القبائل المتوحشة أو القوطية التي أغارت على معظم ممالك أوروبا، وسمي هذا الطراز بعد ذلك باسمها. فأطلقوا هذه التسمية من أو إطلاق من الفئة المتعصبة التي هي روما من إيطاليا، كانت بدافع الحقد عليهم، لأن هذا الفن القوطي لم يلتزم بالرومانية والمبادئ الانفصالية المتعصبة التي تزعمتها وأرسلت قواعدها الكنائسية الغريبة القوطية، فلم يتلائم مع معتقداتهم ولم ينسجم أيضا مع مواهبهم الفنية الموروثة، لأنه طراز القوطي طراز بناء وتشييد وليس طراز زخرفة فقط. ومع ذلك هذا الفن نشأ أو طراز حاملا هذه التسمية الفنية الرائعة، ويشهد على ذلك ما تركه من تراث تاريخي عنده شأن على مر العصور، ولقد ساعد على ازدهاره بسرعة وانتشاره في فرنسا دون غيرها من الدول، لأنها كانت مستقرة ولم تنهلك بالحروب التي انتشرت في البلدان الأوروبية غيرها الأخرى، كما أن الأوضاع الدينية التي كانت فيها فرنسا أكثر استقرارا من غيرها في هذا البلد. فقد هذا الفن سمي الفن القوطي بطراز العقد المحدب، وهو أبرز ظاهرة فنية في هذا الطراز، حيث استخدموا العقد المحدب لرفع السقوف حتى ينسجم الارتفاع الكنيسة مع امتداد الأجزاء انتوحة ومساحاتها بقدر المستطاع. فسمي الفن القوطي بطراز العقد المحدب، وأبرزها هذه هي ظاهرة فنية في الطراز، استخدموا العقد المحدب لرفع السقوف حتى ينسجم مع الكنيسة كما قلنا. وانتشر هذا الطراز في البلدان الأوروبية المختلفة في القرن 13 منتقلا ميلادي من بلد إلى آخر، وانتقل إلى فرنسا وألمانيا وإنجلترا إسكندنافيا وسويسرا إسبانيا عن طريق انتشار المشيدات الدينية المختلفة، لأنه معروف ببناء الكنائس ويعني المشيدات الدينية أكثر المختلفة، وفإنه خدم الكنيسة أكثر والمباني الخاصة التي تحمل هذا الطراز. أما في إيطاليا فعند انتقال هذا الطراز إليه جرت محاولات تغييره وتطويره بهدف إكسابه مؤثرات فنية زخرفية جميلة جدا، خاصة تأخذ أبعادا مغايرة له تماما. فقد مر هذا الطراز بعد ذلك بعدة أطوار، فهي المبكر المزدهر والمتأخر. فالفنون القوطية هنا تمثلت أولا في البناء والزخارف والتصوير، وكانت خواصه الدينية خرافية موروثة من أجيال ماضية فيها حيوانات خرافية. والفن القوطي كان له اتجاه نحو تطور لخدمة الكنيسة خاصة، وتطور مع الأزمان، فطور البناء
ويعني بتكوينات معمارية متجددة سواء في السقوف أو الأكتاف المعمارية الحاملة لها أشكال الأعمدة والأبراج وأشكال النوافذ وحجمها وزخرفتها. فالفن القوطي في فرنسا قد استخدمت فيه الزخرفة الشهابية هي على شكل شعلة الشهاب، واستخدمت الأبراج التابعة لكنائس بأساليب متعددة وشاهقة في العلو، كما استخدمت حشوات الزجاج المعشق الملون بالرصاص في الشبابيك على شكل قصص دينية من أناجيلهم من الإنجيل. أما الفن القوطي في إنجلترا فتفوق هذا الفن في جمال نسبه، وأدخلت أنواع من الزخارف الموروثة والمنقولة ليزينوا بها الأماكن الدينية، وشاع استخدام الحفر على المباني والعقود والزخارف الهندسية الحلزونية وأوراق النباتات كالعنب القصب والورود كزهرة أثيودور التي ظهرت في هذا الطراز. أما بالنسبة للفن القوطي في ألمانيا جيرماني فلم يبلغ مجده ولم تكن له قيمة، حيث أن الإيطاليون لما زالوا أو ما يزالون لحد الآن ينظرون لهذا الطراز القوطي بعين الاحتقار، ولأنه طور من الطراز الروماني، واستمر الفنان القوطي أو هذا الفن القوطي بالتأرجح بين الطراز الأوروبي الروماني والطراز الأوروبي القوطي، ولكنهم القوط لم يحقق شيئا له قيمة تخص هذا الطراز عن بعض الزخارف هنا في ألمانيا الحائطية. أما فيما يخص الحروب هنا الصليبية التي هي أدت إلى نقل الحضارة الشرقية الرفيعة بفنونها ومدنيتها إلى الحضارة الغربية، فكان للأثاث نصيب كبير في هذا النقل، شأنه شأن أي عمارة. فأعطت هذه الحضارة الدفعة الأولى للتكوين المعماري القوطي والأثاث أيضا من حيث الشكل العام والتكوين في الزخرفة، غير أن انحطاط مستوى الحياة المعيشية للقرون الوسطى المظلمة التي يرمز لها بالقرون العصور المظلمة. فشعوب الغرب أثر ذلك تأثيرا كبيرا على الأثاث من حيث نوعه وتصنيعه، لذلك فإن الأثاث القوطي بدأ في بداية غير ناضجة إلا من بعض قطع الأثاث التي شاعت متأخرة ومتأثرة ومقلدة لأثاث الحضارة الشرقية وتحاكيها في بعضها تماما من حيث الشكل والزخرفة. فالأثاث بشكل عام كان عبارة قوطي عن كتل غليظة وثقيلة ولم تقترب من الازدهار المعماري الذي كان سريعا في تطوره، لدرجة أن هذا الازدهار كان في البناء والعمار قد تبلور على شخصية هذا الفن وحدد اتجاهاته في الشكل والمضمون. والزخارف وقطع الأثاث القوطية التي شاعت كانت قليلة وتتصف بطابع المتانة، كانت متينة في تراكيبها والجمال في حفرها وزخرفتها بأشكال التصميم والتلبيس بالقشة والمعادن، حيث كانت الأشغال منعدمة في فرنسا وإنجلترا في العصر القوطي. أما فكانت البلدان جميعها التي انتقل إليها الفن القوطي تتصف بطابع موحد بالنسبة للأثاث، مع فوارق بسيطة في الزخرفة التي كانت تعكس البيئة الحقيقية والعناصر الموروثة لكل بلد أوروبي. أما الأثاث في إيطاليا فلم يكن ذو شأن وقيمة، كان خشن وثقيل أيضا ولم يعطي العناية التامة سواء في الزخرفة أو التشطيب. فالأخشاب التي كانت تستعمل في اتجاهين مختلفين، حيث الاستخدام لهذه الأنواع كانت المناطق الشمالية التي تضم كل من فرنسا وإنجلترا دنمارك هولندا شمال ألمانيا، كانت تستخدم فيها الأخشاب الصلبة والمعروفة الآن بالأخشاب الثمينة، منها التي هي البلوط القرو والجوز وغيرها. أما المنطقة الجنوبية التي كانت تضم ألمانيا جنوب ألمانيا النمسا إيطاليا، فكانت تستخدم فيها الأخشاب اللينة، والأنواع التي كانت منها هي الأنواع الصنوبرية، لذلك يمكن التفريق بين هذه البلدان بين أثاث هذه البلدان الأوروبية، كل من المنطقتين الشرقية والغربية. فمن حيث أنواع الأخشاب المستخدمة
مجموعة قطع الأثاث القوطية التي كانت توجد بمتاحف باريس والدنمارك وسويسرا والنمسا. في الأشهر القطع التي وجدت بفرنسا إنجلترا هي مقعد الصندوق له ذراعين، هو كان تاني إيطالي قديم وطور، وظهر مرتفع والسحارة، توضع في غرف النوم بجوار السرير ثم الدولاب من طابقين وسطحه العلوي، وكان مرتبط بالكنيسة، فهذا هو محفور بطابع ديني وبعض المناضد والأسرة. أما في إيطاليا فكان مقعد الطي المقص هو الشائع القديم الذي طور الاستخدام، شائع الاستخدام، وبعض أنواع الصناديق، وهنا الصور توضح ذلك. القطع التي اشتهر بها الفن القوطي وبعض صور من فنون أو الأثاث القوطي، وتظهر عليه بعض الحيوانات الخرافية كالتنين وغيرها، وذات شكل الكراسي ذات شكل مثلث كما في الصور كراسي الكنيسة.